خلينا نروح لرأي فني آخر، أحد نجوم النادي الأهلي والمديرين الفنيين للنادي الأهلي، نجم الكبير كابتن محمد يوسف. ازيك كابتن محمد؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي، ربنا يخليك. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ والله الحمد لله تمام تمام يعني تعادل تاني على التوالي في الدوري العام المصري، وبالتالي يعني فقدان نقطتين مهمين جدا في سباق الصدارة. يعني بص، هو وارد جدا، وطبعا الجمهور الاهلي وكل بينتموا للنادي الاهلي طبعا متعودين الاهلي بيكسب على طول باستمرار ويحقق صحيح، 3 نقاط خصوصا في الدوري يعني. لكن انا سامعك وانت بتقول لايبزيج مع مانشستر سيتي طلعوا بهجمتين جابوا جونين، وطبعا في مفاجاه احنا مش متعودين ان بالظبط كده. سيتي يخش فيه جونين يعني. لو انتقلنا للمباراة النهارده، هو انا شايف المباراة وان سايد جيم. لو انت بصيت صحيح، على شكل المباراة هتلاقي الاهلي من اول المباراة بيهاجم، بيحاول ان هو يحرز هدف، لان طبعا النادي الاهلي اي نتيجة ليه غير المكسب بتبقى او يعني التعادل بالنسبة له خسارة، صحيح، وبالتالي هو دايما بيبحث عن المكسب وبيبحث عن الـ3 نقاط. انا لو رجعنا لشكل الجيم هتلاقي طبعا الاستحواذ بنسبه كبيره جدا تصل مثلا ل 67 68% لصالح النادي الاهلي، مقابل حاجه و30% لصالح نادي سموحه. لكن طبعا العبره مش بالاستحواذ، العبره بحفظ الاهداف. انا بصراحه انا مع كولر النهارده في تشكيله، لانه وجهه نظر لعب بتشكيل كويس جدا، لعب بمروان عطيه في نص الملعب، واحنا كنا قلنا ان يعني بلاش مبالغه في ان احنا نلعب بوسط ملعب بلعيبه ذات طبقه دفاعيه قدام ممكن فرق تقدر تشتغل عليها يعني. نعم، فحط قفشه وحط عاشور، والاثنين دول بصراحه محاور هجوميه مميزه جدا، وكان واقف لهم مروان عطيه، وقدام طبعا الشحات وصلاح محسن كريم فؤاد. التشكيل انا شايفه كويس جدا. لكن الاهلي النهارده طبعا سموحه رجع قفل ورا، ودي طبيعي جدا ان انت بس هو الحقيقه كابتن يوسف، انا برضو بالنسبه لسموحه قبل ما نروح على النادي الاهلي، يعني انا كنت لسه حتى بتكلم، هو ليس انتقاد لاحمد كابتن احمد سامي، ولكن انا بتكلم برضو مره تانية انه سموحه يعني احنا مش متعودين ان هو يلعب بهذا الشكل، يعني قدام الزمالك مثلا هو ما لعبش بهذا الشكل. هو سموحه في مخيلته النهارده احمد سامي وهو بيلعب مش عايز يكرر. ايوه، الله ينور عليك، الله ينور عليك، الكارثه اللي خسرها من الزمالك صح. النتيجه دي كانت ثقيله جدا، وكانت نتيجه قويه جدا على سموحه وعلى احمد سامي انه يخسر 5. صح، فطبعا هو النهارده بيلعب الاهلي وعارف محاور الاهلي وعارف التنوع الهجومي بتاع النادي الاهلي وسرعه الريتم بتاعه في الثلث الاخير، وبالتالي كان بيلعب زون ديفنس، او يعني زي ما بنقول كده مش زون ديفنس كمان، ده بيلعب لو بلوك، يعني بيلعب دفاع متاخر قوي. ليه؟ عشان ما يسيبش مساحات للاهلي، لان لو ساب مساحات للاهلي كانت النتيجه تختلف خالص عن اللي احنا شفناه. فهي طبعا النهارده اداء سموحه سببه الرئيسي هو النتيجه الثقيله اللي خسر فيها من الزمالك. عشان برضو تبقى طبعا طبعا طبعا، المدير الفني لما يخسر 5 في مباراه دي مش سهله، وبالتالي هي في دماغه وفي ذهنه انه ما يكررهاش تاني، عشان برضو دي يعني ليها اضرار قويه. طبعا يعني طبعا، تخسر من الاهلي او من الزمالك 1-0 2-0 2-1 كل دي منطقي، لكن 5 بتبقى نتيجه تقيله. اوكي طيب، الاهلي النهارده يمكن الناس معترضه او زعلانه انا شويه. بس عايز اقول حاجه، اتفضل نتيجه الاهلي هكمل لك. اتفضل. عاده يا اسلام لما المباراه ما بتتحلش، لان انت وانت بتكاتشن للنادي الاهلي طول ما انت 0-0 انت ما حلتش المساله لسه. حقيقي. انت عمال تفكر في المساله بس بتحاول تشوف لها حلول. انا النهارده من خلال متابعتي مارسيل كولر اتغير في اجراء المساعده اللي المفروض المدرب بيعملها للفريق من بره، بمعنى ان في الدقيقه 80 بدات اعمل ايه؟ بدات اعمل التغييرتين بتوع اللي هي زعلوك، نزل زعلوك ونزل احمد عبد القادر. احمد عبد القادر. لما تيجي تبص بره، مفيش اوراق
هجوميه بالمعنى القوي اللي تحل لك في الثلث الهجوم. يعني بص هتلاقي محمد هاني بره، اليو ديانج وسط ملعب دفاعي، احمد نبيل كوكا وسط ملعب دفاعي، خلي عبد الفتاح مدافع، ياسر ابراهيم قلب دفاع، كل دول لعيبه يعني، عمرو السوليه برضه وسط ملعب. صحيح، مفيش حد في الثلث الهجومي، فانت اتفرض عليك التغييرتين اللي هم بس في الثلث الهجومي عشان يساعدوا، ومش كافيين. ومش كافيين. وهو لذلك هو النهارده غير تغييرتين فقط لا غير. وما قدرش اي تغييرات غير تغييرتين في الدقيقه 80 لما نزل زعلوك بدل كريم فؤاد، ونزل احمد عبد القادر بدل مجدي قفشه. فطبعا الاوراق طبعا اللي موجوده بره في بالقدر او بالقوه ان لما المباراه يعني زي ما نقول كده تقدر تخلص المباراة. تقدر تحل من بره. ولكن برضه يا كابتن يوسف لو نرجع للمباراه بتاعت اتفضل، ياما، فاكر لما نزل قفشه وفيرستاو فرقوا نزلهم في الدقيقه 61، الدقيقه 66 كان بيحرز هدف، صح، بعديها على طول راح جونين جاي كمان، الثاني، وبعدين صلاح محسن نزله جاب الثالث. صحيح، معاك ثلاث اوراق، انت بتتكلم في فيرست تاو وصلاح محسن وقفشه. وقفشه. النهارده برضو زعلوك لسه لعيب صغير 2005 بيحاول ان هو يعني، انا اشفقت يعني او مش اشفقت عليه، بس هو نازل ونتيجه 0-0 يعني، برضو لعيب لسه 2005. وعادة انت لما بنيجي ندفع بلعيبه صغيره بيبقى مثلا نتيجه 1-0 2-0 يعني، النتيجه مريحه بحيث ما يبقاش عليه ضغوط، جات له صحيح، حاجه عايز يحاول مثلا يجيب جون او حاجه ما يبقاش مضغوط يعني. بس لكن انا شايف نتيجه مش مقلقه على مسيره النادي الاهلي في الدوري يعني. حقيقي. ولكن برضو يعني يمكن الناس قلقت شويه. ايه يا كابتن، انت صح زي ما حضرتك بتقول، وزي ما احنا انا هنا بقى باخد راي الناس لانه هو ده اللي يهمنا راي الناس. فانا بقول لك انه الناس شايفه انه احنا ماسكين زي ما حضرتك قلت كده حاجه و60% الاستحواذ ويمكن اكتر شويه. ولكن في نفس الوقت لما تيجي تبص على الفرص الحقيقيه اللي للنادي الاهلي اللي تقول عليها فرصه، مش هتلاقي غير واحده تقريبا. هو ده اللي قلق الناس. هو طبعا خلي بالك مع الدفاع المتاخر ده الفرص مش كتيره قوي، لان مفيش مساحات. صحيح، مفيش مساحات، وليه نوعيه لعب مختلفه كمان يعني. انت شفت النهارده بعض التسديدات اللي مروان شاط واحده غيرت اتجاهها، امام عاشور شاط يعني. انت لما بتلعب مع فرقه بتلعبك لو بلوك بتبقى سهل ان انت توجد الفرص، لان بيبقى انت شفت النهارده حسام حسن كان موجود قدام. ما انا لسه جايب اللقطه دي، لو تجيبها لنا تاني يا سمير لو سمحت، عشان برضو يبقى جمهور النادي الاهلي شايف ايه اللي بيحصل. اتفضل اتفضل يا يعني كابتن معلم. موجود قدام ال 18، انت بتتكلم في 10 لعيبه تحت الكوره. بيلعبوا في 30 متر، ودي مش يعني مش صعبه. سهله. طبعا طبعا احنا متعودين في مثل هذه الامور يا كابتن، المدير الفني كان يقول لنا واحنا بنلعب، يقول لك ايه لما تلاقي حد فرقه كده قدامك كتر العرضيات وشوط كتير من بره. مظبوط. هل الموضوع اختلف دلوقتي؟ انا ما اعرفش. احنا فعلا طلعنا بعرضيات كتير بس ما كانش فيها اتقان. اللقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي تحديدا 10 لعيبه جوه ال 18 من الازرق، والنادي الاهلي فيه 5 لعيبه، فبالتالي 15 لعيب في ال 18 بتاع سموحه. مظبوط. المنظر ده اتكرر كتير قوي النهارده. نفس الوقت كمان انا عايز اقول لك ان احنا عملنا عرضيات النهارده، بس ما عملناش بس مفيهاش اتقان، قويه زياده عن اللزوم، فيها عصبيه شويه، دي خلت برضو الفينش بتاعنا يمكن واحده بس اللي اتحطت من حسين الشحات، حطها على القائم الثاني امام عاشور جاي قاطع بدماغه وبعدين شالها مدافع سموحه. صحيح. لكن فيما عدا ذلك العرضيات قويه، علي معلول قويه، من الناحيه الثانيه سواء كريم او اكرم الاثنين جامدين كريم بصراحه. فؤاد واكرم برضو العرضيات قويه بزياده بتروح. في عرض بعض العرضيات كانت بتعدي من الشمال، تعمل تعدي طيب ناحيه اليمين، فهي برضو احنا النهارده افتقدنا شويه مع زياده مع المشيان، او زي ما بقول ايه مرور الوقت التوتر بدا يجي لك. صحيح. الثلاث نقط مش هيجوا، كل دي طبعا بدات تشد اللعيبه، خلت برضو ما فيش اتقان في العرضيات.
وان احنا دايما مميزين ان الاهلي لما بيعدي من جناب الملعب بيقدر ان هو يعني زي ما تقول طيب يتقن العرضيه. بس يعني نقطتين طبعا خسرهم من النادي الاهلي، ولكن برضو انا شايف ان هو يعني لم يحدث شيء. خسرنا 4 نقاط في مباراتين متتاليتين، ولكن ان شاء الله القادم افضل. داخلين على مباراه مهمه يوم يعني انت هتريح بكره، ما اعرفش هل في تغيير حصل ولا لا، ولكن انت بكره اللعيبه كلها هتريح، ويوم الخميس السفر الساعه 3 الظهر، وهتلعب ماتش السبت، تيجي السبت بالليل مظبوط او الحد الصبح تلعب مباراه الاربعاء. الفتره الجايه عنده كثافه ماتشات عاليه جدا. فدي طبعا هتتطلب تشبه بشكل عالي قوي، تتطلب ان يبقى في تدوير عشان يتجنب الاصابات ويتجنب التاثير على المستوى، يعني على المستوى العام بتاع الفريق. فالنهارده مثلا انت شفت علي معلول رجع، لاعب رامي ربيعه لاعب، كان ياسر ابراهيم بيلعب الماتش اللي فات. برضه انا وجهه نظري برضه انه محمد عبد المنعم يعني لازم برضه يبقى محطوط له برنامج للاستشفاء، لان بيلعب كتير. ما يخشش في الاجهاد. عموما ربنا يسهل ان شاء الله، وعندنا مباراه مهمه يوم السبت كلنا. لان الدوري انت النهارده عندك مباراه مؤجله، ولاعب يعني لاعب مباراه اقل من الجدول، وفي نفس الوقت كمان الدوري نفس طويل بالظبط. ومباراه لسه ممتده، اعتقد ان الاهلي دي اخلاقيه فيها يعني. ان شاء الله يا كابتن محمد، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، النجم الكبير كابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الاهلي.